السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في أولى حلقات برنامجنا شكل تاني. يا رب إن شاء الله البرنامج يعجبكم. وبرنامجنا بيتكلم كل حاجة في الدنيا لها شكلين، إحنا بنعرف لكم الشكل التاني. هو برنامج ثقافي اجتماعي ديني، تقديم مواهب شعر. واحب ارحب بضيفتي معايا دكتور رباب حسين. اهلا وسهلا بيكي معايا في البرنامج. اهلا وسهلا، ازيك يا رانيا؟ الحمد لله. وان شاء الله برنامج شكل تاني بقدم كل ما هو مفيد وجديد، واحب ان انا اوجه للجمهور رساله تهنئه بمناسبه هذه الايام المباركه، ايام ذي العشر، وبمناسبه عيد الاضحى المبارك. موضوع حلقتنا النهاردة اللي هو كيفية اكتساب الطفل مهارات التعلم وتعديل السلوك. ونبدأ حلقتنا بترحيب بضيفتنا الكريمة الأستاذة هدير زهران، مدرس تأسيس وأخصائي تعديل السلوك. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذة هدير، نورتينا، نورت الدنيا. شكرا. كلها. شكرا. وطبعا أعرفكم بأستاذة هدير زهران، هي مدرس تأسيس أخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات. وبجد انا مبسوطه جدا ان هي معايا، لان هي حد مجتهد جدا في شغلها، وشغلها هو اللي وصلها للمكان ده. واول سؤال بقى معانا، احنا بنتكلم طبعا عن تاسيس الطفل، تمام؟ ودي دلوقتي الاطفال شغلنا الشاغل، والام ساعات بتبقى محتاره ابتدي مع طفلي امتى، تمام؟ ابتدي مع طفل ازاي؟ عايزين بقى يا استاذه هدير تعرفي اعزائنا المشاهدين امتى بيتعلم الطفل وامتى يمسك القلم. تمام. هو الطفل السن الطبيعي للتعليم من اول 3 سنين ونص. نبدا ننقط للاطفال، يعني الام تجيب بورد زي دي كده، تمام، وتبدا تخلي الطفل يتعلم مسك القلم على ترفع ال يعني اول كمان تجيب بورد كده في اي مكتبه عادي، تخلي الطفل يمسك القلم مره في مره في مره هيتعلم يمسك القلم. ممكن نخلي الطفل نحط له جنيه او نص جنيه عشان يمسك ايده كويس، عشان يتحكم في الانامل اطراف ايده. نحط ايه معلش استاذه هدير؟ نص جنيه او جنيه عشان الطفل يتحكم ويمسك الفلوس كده. الفكره دي جديده. تمام. ويبقى 3 صوابع تحت القلم واتنين فوق، وتبدا تخلي الطفل يمشي على النقاط دي المتقطعه مره في مره. الطفل هيبقى كده مره مش مشكله، مره هيطلع هينزل هيتلخبط هيطلع هينزل هيطلع وينزل كل شويه وهيتعلم. تخليه في كذا شكل، اللي هو الاسهم فوق وتحت والاشكال دي كلها. تخلي الطفل يمسك القلم مره في مره هيتعلم، والسن المناسب من اول 3 سنين ونص. يعني يا استاذه هدير نحب نوضح للساده المشاهدين، تمام، اول مسكه قلم بتبقى من 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. قبل كده ممكن يجيب سكتش يقعد يلون رسومات كلام من ده، تمام، تمام. وبعد كده بنعمل اشكال الخطوط اللي حضرتك وضحتيها على، تمام، البورد، ان هي النقاط المتقطعه، تمام، يمشي فيها الطفل وهيبقى تمام مره في مره هيتعلم. ان الام بتجيب بورد وبتعمل خطوط وهو، تمام، بيمشي عليه، تمام. اعزائي المشاهدين، بدايه قبل ما نتكلم في موضوع حلقه البرنامج، احب ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير من أسرة البرنامج للطالبة هبة عبد الحميد، الطالبة بأكاديمية الطيران. طالبة هبة عبد الحميد هي مثال رائع لكل فتاة مصرية ولكل فتاة في الوطن العربي وليس في مصر فقط، وهي نموذج يحتذى به في الكفاح ومواصلة تعلمها. فهي بتعمل في بيع التين الشوكي من أجل الحصول على متطلبات ومصاريف الدراسة. فتهنئة وشكر خاص للطالبة هبة عبد الحميد. ونبدأ موضوع حلقتنا مع الأستاذة هدير. أستاذة هدير، كيف تتعامل الأم مع سلوكيات الطفل فيما قبل المدرسة؟ تمام. الأطفال قبل المدرسة بيكتسبوا السلوك من الأم والأب. ممكن الأم وهي عنيدة أو عنيفة بتعلي صوتها، الطفل هيكتسب منها علو الصوت، هيكتسب منها العنف، هيكتسب منها. يعني نقدر نقول إن قبل ما أنا أفكر في تعديل سلوك الطفل، تمام،
اهتم بتعديل سلوكي أرجع انا كأم. تمام، ارجع للبيت اشوف البيت ماشي ازاي. ممكن الام تكون هاديه الطفل هيبقى هادي، لو الام عنيفه او صوتها عالي الطفل هيبقى نفس الحكايه. تمام، ممكن نخلي الطفل يطلع مجهوده وطاقته في حاجات مفيده، ممكن زي الكاراتيه، ممكن السباحه، ممكن الجري، ممكن الكوره، هيطلع السلوكيات العنيفه والطاقه السلبيه كلها في الحاجات دي، وهيبقى الطفل مره في مره هيبقى تمام. واحنا المفروض كل ام لازم تعرف ان مش كل شقاوة من الطفل هي بتعتبر سلوك خاطئ. لا طبعا، لا، المفروض ان هو من سن الطفولة اللي هو لحد 3 سنين تمام. الحركة المفرطة كل حاجة. الحركة المفرطة ده تصرف طبيعي تمام. جدا، مش مجرد ان هو يتحرك او يكون شقي او ده يعتبر سلوك خاطئ او كده. الاطفال بالعكس. كلها لا، الاطفال كلها بتحب تتحرك، بتحب تكتشف كل حاجة حواليها، ده مش فرط حركة. لا طبعا، لا. اكيد من اكيد من سنة ونص لسنتين ونص تمام. طبيعي ان بيكتشف كل حاجة، بيلعب تمام. وبيجري، لان هي الفترة بتاعت النمو الحسي والجسدي. الام بتفتكر من اول سنة ونص، اول ما الطفل يبدأ هيقول ماما وبابا وبيجري وبيتعمل، لا انا هروح مركز تخاطب، لا انا هروح لا مش عارفه ايه، صح. علشان هيعدل سلوكه الطفل واحده في واحده هيبقى تمام وهادي. الام لكل لما تبقى هادي هتبقى الطفل هيبقى هادي جدا. وندعمه بقى يا استاذه هدير بالانشطه طبعا. تمام، في انشطه في البيت ممكن الطفل يقوم بيها، حاجات بسيطه وسهله خالص، لان هو قلنا الطبيعي ان من سنه ونص لسنتين ونص لثلاثه هو دي طاقته، بيجري تمام. وبيلعب هي دي جواه طاقة كامنة لازم يخرجها. أكيد. هو هيطلع طاقته في ايه؟ طبعا لو معاكي انشطة استاذة هدير ممكن تمام. تعرضها لنا، حاجات بسيطة في البيت تمام الام تقدر تعملها مع طفلها تمام. استاذة هدير هتعرضها لنا دلوقتي ان شاء الله. في حاجات بسيطة جدا في البيت ممكن الام تجيبها، العلبة دي مكان اي حاجة، سواء اي حاجة جابتها من السوبر ماركت. ارفعي العلبة يا استاذة هدير تمام للكاميرا. تمام، علبة عادية خالص زي دي. ده طبق تمام. ده طبق بنجيبه عادي تمام. هو من السوبر ماركت او من اي تمام. مكان. ونجيب الستيكس دي بتاعت البيت تمام عشان الناس تشوف تمام آه. والستيكس دي تمام، ونحطها هنا. جميل. ونجيب الشاليمو، الشاليمو ده بيبقى حاجة طويلة ونقصها. النشاط ده مفيد جدا، بيخلي الطفل يتعلم التصنيف، التصنيف ايه هو، هيعرف كل لون هيحطه فوق التاني تمام. وطول ما احنا بنحط اللون نقعد نقول للطفل ده لون اخضر، مرة في مرة هيتعلم الالوان، كل لون فوق بعضه. هيخلي عضلات الايد، الانامل بتاعت الاطفال طبعا لسه بسيطه ومش ضعيفه وضعيفه طبعا، وهيتعلم اللي هو ازاي يمسك الشاليموز الصغننه دي، مره في مره هيحطها تمام، وهيتعلم الالوان اللي هو ده لون اخضر. تاني حاجه ونجيب اللون ده لون اصفر. طبعا يا استاذه هدير النشاط ده بيعلمنا الطفل ازاي يصنف تمام، بيعلم ازاي التصنيف، يقوي عضلات ايديه، بيعلم التركيز والتركيز، بيعلم اللون. انا حطيت تمام. اللون الاخضر هحط اللون اخضر كل شويه فوق التاني فوق التاني لغايه لما اكمل معرفه الالوان تمام. ومره في مره في مره الطفل خلاص يبين يا مامي انا هبدا انا اعمله صح تمام. وممكن استخدمها في العد تمام، يعني هنحط الستيكس دي صح، الشاليمو هيعد 1 2، ولو كان ماس طبعا هيبقى 1 2 3 4، النمبرز كلها هيعدها، ولو كان ارقام هيعد من الواحد لغايه الشاليمو الصغننه دي لغايه لما يعرف العدد. ممكن يا استاذه هدير نستخدم النشاط دوت باكثر من طريقه مع الطفل، يعني انت كمدرسه تمام وجالك طفل مثلا عنده تشتت في الانتباه تمام، مش عارف تعملي معاه النشاط ده، مش عارف الالوان ماشيه ازاي، تشتت انتباه، مش مركز اللون اللي قدامه ده ايه، مش عارف اللون ده بينك ولا احمر، انا هعرفه الاول اللون ده لونه بينك او بابي، كل شويه هقول له اللون ده ايه. مره في مره الطفل كل لما يجي لي هيعرف اللون ده ايه ويحطه، كل مره هيحط اللون فوق التاني، فخلاص عرف الالوان، فكل مره هيجي خلاص عرف الالوان. ما شاء الله جميل. وممكن نستخدمه في الجامعه كمان على فكره تمام، يعد ممكن يكون الجمع، يعني 1 2 3، حطينا 1 وهنحط 2 تانيين، هيبقوا كام عندك شاليمو؟ هيقول لك عندي 3، هيعد اللي عندك صح. تمام، وهيعرف الارقام. فكره جميله جدا، جميله بجد، شغل ممتاز. استاذه هدير بعد اذن حضرتك عايزه اعرف ما المقصود بمهارات المونتسوري، وازاي الطفل يقدر يكتسبها، وازاي اقدر ان انا اخليه يتجاوب ويتفاعل معاها. تمام، المونتسوري ده أنشطة لتنمية ذكاء الأطفال أو تنمية مهاراتهم. عندي طفل بيجي مش عارف الحروف عاملة إزاي، أنا كمعلمة وكأخصائية هجيب له حاجات
تخلي يربط الحرف بالكلمة بالصورة، مش هعلمه الحرف ده ألف وبس، لا طبعا لازم أخلي فيه كلمة مع الحرف. يعني أسد أول حرف عندي إيه؟ عندي حرف الألف، خلاص أنا ربطت الكلمة بالحرف، خلاص أنا عرفت الألف، أسد أولها ألف، خلاص ربطت الحرف بالكلمة، خلاص عرفت. كل مرة الطفل هيتعلم الكلمة معاها الحرف، ده هينمي ذكاء الأطفال وهينمي مهاراته. عندي حاجات كتير لتنمية المهارات زي دي، المنتسوري برضو زي ما حضرتك ذكرتي، دي بستخدمها. هو المونتسوري دايما بيعتمد على الحاجات من الطبيعه نفسها، ممكن من الطبيعه او ممكن يشتريها من المكتبه عادي خالص، ممكن حاجه موجوده في على اساس في البيت الام تمام. من ابسط حاجه الام ما بتخرجش. انا عايزه استخدم اي حاجه في البيت، هوري لحضرتك برضو في حاجات انا اعرف ان ممكن حبات الفول، ممكن حبات الرز، أكيد. ممكن ادق حاجه في البيت ممكن حاجات تستخدمها. حاجات بسيطه هيعلم الطفل ايه حاجات مفيده. عندنا الحاجات دي يعني مثلا رقم واحد، الطفل مش عارف يضغط، فدي بتخلي الانامل بتاعه الاطفال قويه، تقوي عضلات الاصابع كده مره في مره في مره، ده هيفيدني في ايه؟ في مسك القلم. تمام. المينستوري ده من اول 3 سنين لغايه 5 او لغايه 7 بيعلم الطفل الذكاء، بيعلمه ازاي يخلي يضغط على الحاجه وينمي عضلات الايد. تمام. دي حاجات المينستوري دي بنشتريها من المكتبه. في حاجات سهله اللي زي ما حضرتك ذكرتي اللي هي موجوده، يعني ده افضل حاجه موجوده في التعلم في بالنسبه للطفل. تمام. بعيدا بقى عن الاساليب التكنولوجيه اللي اصبح بسيطة. دلوقتي الطفل عنده 3 سنين معاه اللي سواء التابلت او التليفون او التي في. تمام. وطبعا بيؤدي الاضرار سواء سمعيه او اضرار على العصب. الطفل ما بيتكلمش بيأخر الكلام، بيشتت الانتباه. انا في ناس بتجيلي الطفل متشتت الانتباه، بص لي لو سمحت، مش باصص لي، عينه مش في عيني، يعني انا اكلمه كده مش موجوده، لازم اعيد الكلمه اكتر من مره. ليه؟ ارجع للام، ولا انت حضرتك بتخلي الطفل يمسك الفون كتير او الموبايل كتير؟ لابد من الحوار طبعا، الحوار المستمر بين الام وبين الطفل. لازم تتكلم 24 ساعه مع الطفل، وبتستخدم اهم حاجه نظره طبعا. العين طبعا لازم ما تقطعش التعامل مع الطفل، يعني رؤيتها وتركيزها طبعا مع العين طبعا، وتحاول انها دايما المفروض ان الام تواصل اجتماعي بين العين من الطفل للام. لازم لو الطفل عمل حاجه خاطئه تبص له النظرة الحادة للطفل، هيتعلم خلاص مامي قالت حاجة أو بصت لي، شكرا على كده. طب يا أستاذة هدير، لو عندي طفل عنيد، يعني أنا دلوقتي أنت قدمت الأنشطة اهو، هو مش عايز يقعد معايا، تمام، العندي ده ممكن أعمل معاه إيه؟ أو التشتت أعمل معاه إيه؟ الطفل العنيد كلنا بنعاني من الأطفال دي عندنا، سواء أختي أو ابني أو أي حد فعلا. العند لازم التجاهل التام، ما ركزش معاه، ممكن يروح السوبر ماركت مع مامي، انا عايز الشوكليت دي، انا عايزاها، ماليش دعوه، ويعيط ويقع في الارض. اتجاهله، هقول له انا مش معايا دلوقتي الفلوس اللي انا اجيب الحاجه دي، خلاص بكره هجيبها هجيبها. لان الطفل بطبعه ذكي جدا طبعا، يعني مهما يعيط ما يعني ما خلاص، يعني عياطك ده مش هياثر فيا. الطفل عامل زي العجينه، انت حضرتك بتشكليها، حضرتك بتشكليه، كل لما تعملي طفل سوي هيطلع للمجتمع يفيدها، يفيد المجتمع. لكن كل لما تدلعي وتخلي الطفل يلا حبيبي اللي انت عايزه تعالى نروح نجيبه. انا عايزه بس اضيف حاجه يا استاذه هدير ويا رباب، الطفل بطبعه ذكي بيختبر، بيعمل تيست الام طبعا، يعني انا طبعاً دلوقتي ما نفذت والله العظيم يعني بصي الطفل ده عالم تاني لوحده، يعني عالم تاني، وفي نفس الوقت بقى هو بيعمل لنا تيست، انا اديته عقاب صح، هيمشي على العقاب صح، شاف مامتي رجعت في العقاب خلاص بقى بستخدم للأم الوسيله اللي مامتي رجعت فيها. ولذلك بنقول الطفل العنيد زي ما انت ذكرتي يا استاذه هدير اتجاهله تماما، ولازم اعمل له ثواب وعقاب، عملت كذا هديك، ولازم تبقي واقفه على موقفك صح، ما عملتش ده مفيش بكره نادي، مفيش بكره شوكليت، مفيش بكره، وتبقي ماشيه على ثبات على الموقف طبعا، لان هو لو شاف ان انت تراجعتي شكرا على كده، باي بعياط مثلا بحنيه بطبطبه يا مامي مش عارفه ايه، ورجعتي ام هو عارف بيضغط عليكي، هيبقى نتيجه عكسيه للام بطريقه مش حلوه خالص. نشوف بقى النشاط يا رباب تمام اللي بتعملوه اللي انت قلت عليه بتاع المونتسوري، تمام، ده بيفيدني في تشتت الانتباه. الطفل
بيكون الام تجيب عندها طبق نرفعه بس عشان نورج. ده يا جماعه طبق اعزائي المشاهدين، ده طبق فيه ملح ممكن طبق موجود في اي بيت مصري، اي طبق سواء نتني كده استاذه هدير. تمام. الطبق تمام تمام زي الفل. ده من الموجودين في البيت الملح، اي طبق وملح موجود في البيت. ممكن نستخدم الملح ده نعلم الطفل الحروف الليتر، ليتر اي، يعلم الطفل اللي هو الاحساس، يعرف ملمس الملح عامل ازاي. مره في مره في مره الطفل يلا نكتب ليتر اي وتروح كاتب الليتر على طول. تمام، ده نشاط. ممكن حاجه تانية، الام تجيب بقوليات موجوده عندنا في اي بيت مصري سواء فول، عدس، اي حاجه. تمام، الحاجات دي كلها. تمام كملي يا استاذه هديل. وتحطها هنا وتداريها خالص علشان تساعده على الاكتشاف طبعا، وتشتت الانتباه. الطفل لو هو مش مركز هيحاول، بس الام تكون عامله مكافاه حلوه. أيوه. جدا للطفل. كل لما الطفل تحطي له مكافاه حلوه، انا هعمل مجهود وهبذل مجهود حلو جدا علشان اخد الحاجه اللي مامي هتديها لي. كل مره الطفل، يعني ممكن حضرتك تديه للطفل الصبح ويقعد طول النهار يطلعها. في التي حركت دماغه، حركت عضلات ايده، ويعد طبعا، وممكن يصنف طبعا، يحط كل نوع مع نفسه. يعني البقوليات الفول هيحطها على جنب، اللوبيا على جنب. مره في مره الطفل هيعرف شكل الحاجه دي ايه. ممكن الطفل ما يعرفش يعني ايه فول، لوبيا، كلام من ده، لكن من الشكل ده هيعرف الحاجه دي والمسميات بتاعتها، مسميات والالوان طبعا. جميل. طبعا هدير. بالنسبه استاذه هدير للنقطة الخاصة بتعديل سلوك الأطفال، تمام. أنا علشان أعدل سلوك الطفل لازم أول حاجة أكون مركزة على إيه السلوك الخاطئ، تمام، اللي هو بيرتكبه طبعا، وأكثرهم ضررا، تمام، وأكثرهم استجابة. الطفل هيستجيب أكتر، يعني ممكن يكون الطفل عنده عدة سلوكيات، تمام، خاطئة، تمام، فأنا لازم أركز على أكثر سلوك ممكن يؤذي الطفل. فأنا لما هركز عليه هل هو كل طفل هنا استجابته بتختلف من طفل للتاني. تمام. أنا عندي أطفال ممكن تستجيب لو عملت حاجة غلط، المامي تقول له لا غلط خلاص، ده طفل بسيط وجميل وبيسمع الكلام. في طفل لا، حوريني قولي لي الأسباب الخطأ ليه يا مامي بتقولي لي كده، لا اثبتي لي، لا ده غلط ليه. تمام. طيب هل بترجحي اللجوء الفوري للعقاب عن طريق الضرب؟ العقاب ما يكونش، لو الضرب ما يكونش ضرب مبرح، ممكن حاجات بسيطة أعلمه. لازم يتعلم الطفل العقاب، بس العقاب يكون سهل وبسيط. ما فيش أم تضرب على الوجه أو على الخلفية بتاعت الرأس، لا طبعا، ما ينفعش يضرب الطفل أو يتهان الطفل. يتعلم بيجيب نتائج سلبية طبعا، الطفل بيطلع عنيد زي ما حضرتك ذكرتي في الأول، ما هو ده بيجي من العند. كل لما انت بتضربيه الطفل هيطلع عنيد، هيطلع قاسي. هو افضل طريق للعقاب هو المدح، يعني بدل ما انا مثلا ما اهينه، لا هقول له انت طفل جميل ومهذب، وخطا منك انك صدر منك تصرف سيء، فيا ريت ان احنا نعدل من التصرف السيء ده ونتجاوز عنه وتعمل حاجه جميله او بنعمل برضك للعقاب حاجه اسمها نوتي شير، ده كرسي كده اللي هو عمل خطا. أيوة. واحنا عاملينه عندنا في اللي هو لمده 10 دقائق بنشوف بقى عمر الطفل يعني على مده الخطا اللي عمله، وبنبتدي نعاقبه على تشير الكرسي دوت. ما بيقومش من عليه بجد، لان هو لو قام بس دي بتبقى مشكله. بس المفروض المده ما تطولش، لا عشان ما يحسش بالانطواء. ممكن ما يحسش بالقساوه بتاعت الام. ممكن لو دخلت الطفل 5 دقائق بالظبط الاوضه وقفلتي عليه، بس يكون البلكونه مقفوله ويبقى فيه نور. تمام. عادي خالص وتقفلي عليه 5 دقائق بالظبط، وحضرتك من ورا الباب اللي انت عملته ده نوتي، ده غلط خلاص. الطفل ربط عقاب ماما قاسي جدا، ما ينفعش. الا لازما زي ما اعرفه هو غلط في ايه، انا بعاقبه، انا دلوقتي بعاقبك عشان انت ما سمعتش كلامي، عملت صوت خاطئ، انت اتدخلت في الكلام، انت استاذنت. وانا برضك يا هزيل لازما انمي مهارات الطفل. تمام. انميها ازاي بقى؟ ان هو لازما يستاذن قبل ما يدخل طبعا، قبل ما تتكلم استاذن من الميس طبعًا. او من او لا ناس او من كبار ما تتكلمش خلاص. ان انا بعمل ايه بقى؟ بنمي مهارات ابني طبعا. معلش، ما هو ابني ده عامل زي الحصاله، دايما بقولها في كل مكان طبعا. ابني دلوقتي حصاله فاضيه، انا بحط سلوكيات، بحط بقى ايه سلوكيات، احط ايه يا رباب؟ سلوكيات. صح ولا لا؟ ومبادئ.
ومبادئ احاول دايما احاوره. الحوار هنا بيخلق نوع من الثقه بالنفس، بيخلق عنده قدره على التعامل والاندماج مع العالم الاخر. معنا تليفون دكتور رباب. دكتور محمد، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوره الدنيا كلها. ربنا يخليك يا دكتور محمد. دكتور محمد ابو زيد، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ منور الدنيا يا رب. برنامج ممتاز وحلقه جميله وممتعه جدا بضيفك الكرام دكتوره رباب. ربنا يعزك يا رب. هدير، اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا بالتوفيق يا رب دايما. شكرا. ربنا يخليك يا رب. لكن يا استاذه هدير، انا بس عايز اعقب على جزء معين بس بالعقاب وزيه العقاب. اتفضل. بس مع احترام لحضرتك يعني. اتفضل. العقاب يا فندم النفسي اقوى من العقاب البدني. تمام. احنا لو عملنا عقاب نفسي للطفل اللي هو الحاجه اللي بيحبها، منعناه عن الحاجه اللي هو بيحبها في حاله المشكله. لو عمل اي سلوك خاطئ بيبقى اقوى من العقاب البدني، ان انا اضربه بايدي او اديله لمحيط كويسي حتى لو ضرب بسيط. الضرب البسيط حضرتك بيأثر في نفسية الطفل فيما بعد. أكيد. حتى لو هو ما أثرش فيه بدنيا، بس يأثر فيه نفسيا فيما بعد. فاحنا الأفضل إن احنا بنعاقبه نفسيا لو في حالة إن هو عمل حاجة غلط، ببتدي إن أنا أعاقبه إن أنا أحرم منه حاجة بيحبها، موبايل، حاجة حلوة، الشغل، الحاجات اللي هو بيحبها. طبعا انا ما بعتلش على حضرتك، بس انا بعمل اضافه بسيطه. لا طبعا، ده انت نورت الدنيا كلها يا دكتور محمد. نورت يا دكتور. وربنا يخليك. دكتور محمد اخصائي صحه نفسيه ودكتور يعني علم، يعني اشهر من النار على العلم. ربنا يبارك لك يا استاذ. يعني مداخلتك دي جميله جدا وعلى راسنا من فوق بصراحه. دي حاجه جميله جدا يا رانيا، وربنا يوفقك. ربنا يعزك يا دكتور. البركه في حضرتك. دكتوره رباب، وتحياتي للاستاذ هدير، وبالتوفيق دايما يا رب ويا سلام. ربنا يعزك يا رب، والف شكر على المداخله الجميله ديت. دكتور محمد أثار نقطة جميلة جدا، لأنه هو أصلا يعني دكتور صحة نفسية. حتى لو عاقبنا الطفل كده، دي ممكن تأثر في نفسيته. طبعا إحنا مش ملايكة، إحنا كمعلمات أو أمهات بنتعب جدا يا هدير مع الأطفال. يعني أنا والله يعني ممكن طفل صغير أضربه أو أزعق له، إحنا عشان إحنا عصبيين، إحنا بناخد ضغط طول اليوم. تمام. أنا بصي، أنا قصدي في أطفال ممكن تيجي بكده، وفي اطفال بتيجي بالحرمان. فعلا فعلا، دي حقيقه. انا قصدي من الاول، في اطفال ممكن تيجي بالعقاب مش بدني، انا مش قصدي الضرب المبرح زي ما ذكرت قبل كده. أيوة أيوة. يكون بالراحه. في اطفال انا هحرمك من نادي، هحرمك من الشغل، هحرمك من الجري او الكاراتيه او الكوره. في اطفال كده وفي اطفال كده. في اطفال والعقاب اللي هو بالمدح اللي زي ما قلنا عليه. طبعا، ما في كذا طفل بيستجيب لكده حسب استجابته. بس معنا تليفون اتصالي من ام سلمى. خط فصل، نكمل تاني. استاذه هدي، المفروض ان الام بتركز على تعليم الطفل تعبيرات الوجه. تعبيرات الوجه علشان وما يرتبط بها من كل المشاعر زي الفرح والغضب والحزن. تمام. ليه؟ علشان بتساعده على فهم ان في للاخرين مشاعر واحتياجات خاصة لازم أنا أحترمهم، علشان الطفل يراعي أن لما تكون الأم بتعاني من شوية مشاكل، غضب أو حزن، وقالت له خلاص ستوب كده، كفاية دلوقت، ممكن أنت تاخد ركن تلعب أو كده وتسيبني شوية علشان أنا متضايقة شوية، فهو يبدأ يفهم. يبقى لازم التركيز على تعبيرات الوجه. الطفل لازم يتعلم تعبيرات الوجه، يعرف امتى الام تبقى غضبانه، امتى تكون فرحانه بيه، امتى تكون السلوك ده مش عاجبني منك. لا، لازم يكون اسلوبك وطريقتك قدام الاخرين. صح. يكون كويس. يعني مثلا الام خدت الطفل معاها النادي، الطفل مش عايز يقعد، انا عايز اقوم، هحترم فيك كده. طب ممكن تقعد شويه. أيوة. وبعدين نقوم. صح. طب تخلي الطفل عنده احساس بالمسؤوليه، وخصوصا لما تكون موجوده في وسط يعني مثلا مجموعه، سواء مجموعه من الاصدقاء او مجموعه من الاهل. مجرد النظره، مجرد النظره من الام للطفل. صح. فهي خلاص هو فهم. صح. ان خلاص هو مش وقت اي حاجه خاصه بيك دلوقتي. لو تفتكري يا رباب، زمان احنا كان ماما تبص لنا كنا نفهم. النظرة. احنا جيل بقى صعب وتكنولوجيا، هو ده اللي احنا بنحاول. يعني انا لو اتكلمت قدام حد كبير وانا صغيره، ماما بصت لي بصه شكرا على كده. هقوم. بس ناخد بس معلش يا استاذه هدير، ام خديجه من اسكندريه. الو، الخط في مشكله كده النهارده. فصل.
تمام. الطفل لازم يتعود على، حاولي يا ام خديجه تكلمينا تاني ان شاء الله في انتظارك. الطفل لازم يتعود على نظره الام، سواء حاده او بحنيه او في فرح او في حزن او في موقف مش حلو للطفل. خلاص انا اتعلمت من ماما النظره بتاعتها، كل حاجه انا هعملها هي هتديني الرياكشن بتاع وشها، انا عرفت خلاص. سواء انا عملت حاجه حلوه هتكافئني، سواء عملت حاجه خلاص. طيب استاذه هدير بقى، بما ان في كونكت بين الام وابنها، تمام، عايزين بقى نعرف ايه بين الطفل والمعلمة. انت كمعلمة، تمام، بتعرفي الطفل اللي عندك هو فرحان زعلان، ايه بقى الاتصال ما بينك وما بينه؟ تمام. ازاي بتعرفي الطفل لو هو جاي اول مرة؟ بيبقى عنده رهبة من المكان، انا خايف. المدرسة لازم تدي انطباع للطفل، لا يا حبيبي انا مش بضرب، انا زي مامي بالظبط، انا هكافئك بس مش هديك عقاب بدني، لا انا هقول لك ده نوتي، انا هعلمك ده غلط، لو انت عملت الصح هكافئك، هديك بالون، هديك شوكليت، هجيب لك لعبة حلوة جدا. الطفل خلاص ربط ان المس او المعلمة او المدربة، لا خلاص انا المدرسة دي الاحتواء الوجداني يعني تحتوي. بتطمني يا رب، حب المدرسة عشان بتكافئني، عشان بتديني احساس بالحب. انا اعرف ان في اطفال بترتبط عاطفيا بالمس، وده نتيجة طبعا حسن المعاملة، ده طبعاً الاحتواء، الحنان. طول ما المدرسه حنينه عن الاطفال، ولو شدت شويه الام بتشد، اكيد مين فينا ما بتشدش على اولادها؟ لازم المدرسه تكون الشده ما تكونش بالعقاب البدني زي ما قلنا، لازم الشده تكون بحرمان حاجه، بونبوني بقى طبعًا. تحفيز يعني الطفل، تحفيز المادي والمعنوي. اطبطب على ايده اقول له لا انت شاطر النهارده، النهارده انا هجيب لك، بكره هجيب لك شوكليت، واكون قد وعدي بالظبط، والمره الجايه اجيب له شوكليت. لازم يكون الطفل واثق في المس اللي قدامه، ولو حبت على فكره صدق في التعامل. طبعا انا لو خلفت وعدي مع الطفل خلاص مش هيثق فيك، لا خلاص مش ده المس وعدتني ومش جابت لي الحاجه اللي هي قالت لي عليها، لا خلاص ما فيش الثقه بقى ان هو بتحتويه تحبيه. طبعا دايما بقول المعلمه الشاطره هي اللي تحبب الطفل فيها. طبعا المعلمه بقى الذكيه الماهره بقى ان الطفل يثق فيها ويقول لها بقى اسرار، ده انا زعلان، ده ماما ضربتني، ده حصل مش عارف ايه. ده في اطفال كده يعني لدرجه ان هما بيختلقوا قصص من الخيال لمجرد ان هو حب الشخصيه دي، تمام، وحابب ان هو يتجاوب معاها، حابب ان هو طبعا. هو اصلا الطفل في السن ده عنصر الخيال عنده بيبقى عالي جدا، النظر قوي جدا، بيحب يفرض شخصيته قوي. فده المفروض ان الام تركز عليه فعلا. أكيد. ان شاء الله ناخد فاصل مع بعض ونرجع تاني، واطرح في اي حته في شكل تاني. ورجعنا تاني في برنامج شكل تاني، وبرحب بزميلتي دكتور رباب. اهلا بيك يا هدير حبيبتي والمدرسه الجميله دكتور رباب بقى. اتفضلي استاذه هدير. بعد اذنك، من السلوكيات الخاطئه للام، وخصوصا لما في فتره البيبي لسه صغنن، لسه بيبدا يتعلم الكلام او بيبدا لسه يتعلم الحروف، هي بتتجاوب معاه بلغته البدائيه. تمام. فطبعا لما بتتجاوب معاه بنفس اللغه بتاعته هي بتبقى فرحانه، بتكلمه بنفس اللغه بتاعته، ده بيأثر على استجابته واستيعابه وقدرته على تعلم النطق. الطفل بيطلع على السلم اللي مامي حطته له، انا علمته حاجة اسمها ألف ب، فخلاص الطفل عارف الحرف ده اسمه ب، هو مش اسمه ب، اسمه باء. لازم تعلمه حتى لو هو مش عارف ينطق، الطفل ذكي جدا، خصوصا ان هو لسه ما بيعرفش ينطق الحروف. تمام. هو من اول سنتين ونص، ثلاثة خلاص انا ببدا اتكلم، من ثلاثة ونص خلاص انا هبدا، حتى لو الطفل متاخر شويه في الكلام هتقولي له باء، ها هيعرف، هيقولك اء باء، مره في مره الطفل هيتعود الحرف اسمه ايه، بس النطق بتاعها اصح. كل ما اتعلم الطفل بطريقه صحيحه هيطلع فاهم وذكي، مش حافظ. انا مش عايزه الطفل يطلع حافظ، انا بعلم الاولاد اللي عندي، انا عايزك تفهم، عايزك تبقى ذكي، مش عايزك تبقى تتكلم آلة بتدي وبس، انا عايزك تفهم الاول قبل ما تتكلم. تمام. معانا اتصال استاذه جهاد من الفيوم.
وطي التلفزيون شويه. الصوت شويه. الصوت شويه يا استاذه جهاد. اسمعينا من التليفون بعد اذنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا بيكي. الله اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وحضراتكم طيبين. انت بالصحه والسلامه. وانت طيبه يا حبيبتي، بصحه وسلامه يا رب. بقول لحضرتك ايه، ابني دايما كده مغلبني وما بيسمعش كلامي. ايوه بس هي دي المشكله اللي حضرتك بتقول. كل ما اقول له على حاجه ما يسمعش كلامي. تمام. يعني حضرتك بتشتكي من العند. الطفل بيكون عنادي؟ الطفل بيكون ايوه عنادي، عنادي قوي وعايز يعمل اللي في دماغه. تمام. حضرتك استخدمي معاه اسلوب انك تكوني هاديه، التجاهل التام. لازم الطفل يحس ان الام اقوى منه. تمام. لازم تحسسه انه اللي انت هتعمله ما تلبيش رغباته. طبعا لازم وبالحب. طبعا الحب، حاولي انك تديله مشاعر حب، احتواء، اهتمام، مكافآت ماديه ومعنويه حلوه جدا. الماديه اللي انت تقعدي تجيبي له حلويات بتاع، المعنويه انت شاطر، انت لو سمحت كلامي النهارده انت هتبقى جميل، بابا هيخرجك. لازم الطفل يحس. على فكره في عز ما الطفل عنيد وعصبي، انت لو ضمتيه بس وقلتي له بحبك وكده هتلاقيه استجاب وبقى لذيذ وهيبقى حلو معاكي جدا. لا، ولو عمل اسلوب خطا بقى تعاقبه، قلنا في عقاب وفي ثواب، لان هو الاطفال بس مش دايماً بس هي عارفين. مش مجرد انها تقول ان طفل ابني عنيد او كده مش عارفه اتعامل معاه تبدا بالعقاب. لا طبعا لا، ده العقاب ده اخر خطوه خالص. في حاجه تحفيز مادي وتحفيز معنوي، لازم الام تشتغل على الحاجتين دول. معنوي انت شاطر انت جميل، المادي حاجه ملموسه، تطبطب عليه، تبوسه، تحضنه. الطفل كل ما يحس بالاحتواء من الام هيبقى انا خلاص مش هزعل ماما. هو اصلا بيرتبط بيها حسيا طبعا وجسديا وبدنيا، فمجرد اللمسه طبعا بتفرق معاه جدا طبعا. بتحاول بتغير من شخصيته تماما، بيتعلم 60 درجه، بتقلبه بيتعلم من طفل طبعا عصبي في قمه الانهيار. طبعا. لو ضمته بس هتلاقيه طفل هادي جدا، هتلاقي شخصيه تانية خالص. كل ما الطفل يحس بالحنيه والحب والاحتواء، لا انا خلاص. وكمان هيخاف يزعلها لانه بيحبها، هيخاف على مشاعرها. فعلا فعلا يعني هو ما بيحبها هيقول ليها، هيخاف يكسرها فهو خايف ويزعلها. ان هو يزعلها صح. كل ما الطفل يحس بكده اكيد هيلاقي حاجه كويسه قدامه، هيحب مامته والام هتبقى كويسه معاه جدا بالاحتواء والحب والحنان. استاذه هدير اتفضل. اهم المهارات الاجتماعيه اللي لازم الام تركز عليها لاكتساب الطفل له. تمام. ايه هي مهارات اجتماعيه؟ الطفل لازم يتعلم الصدق. الام لو مش صادقه معاه هيتعلم الكذب. يعني التليفون ضرب الطفل. معلش بس ناخد ام خديجه استاذه هدير لانها اتصلت كذا مره. ام خديجه. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت انا بس، لو سمحت انا دخلت عشان انا بنتي عندها كهرباء في المخ. تمام. عندها يعني بسبب الكهرباء النطق عندها ضعيف وتنميه المهارات ضعيفه. ايوه تمام. وعندها سيلان في اللعاب. عندها سيلان. عندها سيلان في اللعاب. طيب ايه عندها سيلان في اللعاب؟ لا كلام بسيط. يعني هي ما بدأتش تتكلم الا مع الدكتوره. هي طب انا مع التخاطب. طب بتديها جلسات وبتاخد علاج مع الدكتور مخ واعصاب؟ بديها علاج. تمام. الكهرباء وبديها علاج النطق. طيب يا ام خديجه، دكتور هدير هترد عليك يا استاذه هدير، بس يعني مبدئيا كده المفروض ان هي تشتغل تنميه مهارات كتير جدا وتاخد وتخاطب. طبعا وتخاطب وتاخد العلاج بتاعها يا ام خديجه. يعني لازم تكوني حريصه جدا على العلاج. طبعا الطفل اللي بيكون عنده كهرباء زياده في المخ لازم يكون بياخد العلاج بتاعه، ملناش دعوه بالعلاج نهائي. احنا بننمي مهارات، احنا عندنا تخاطب، عندنا تنميه ذكاء الاطفال. الطفل الام ما تملش ابدا من الطفل اللي عنده كهرباء زياده. مره في مره في مره، مرات عديده. صح. الطفل ده بيكون انا عايزه بس والله العظيم يعني هدير اقول لك ويا رباب ان الام بتتعب جدا عشان الطفل. طبعا ما بالك لما بيكون طفل مريض. الجنة تحت اقدام الامهات. انا عايزه اوجه رساله لكل ام، والله والله استبارك على ابنك هو ده اللي هتخش بيه الجنه. ولازم نصبر ونجتهد معاهم. انا عارفه ان احنا امهات وعارفين الكلام ده، احنا بجد بنتعب معاهم،
لازم نصبر، يعني نحتسب عند الله النية أول حاجة، وبعد كده نشتغل مع ابننا نشوف بقى عنده تخاطب نروح نوديه تخاطب، عنده نشتغل شغل تنمية مهارات نشتغل معاه تنمية مهارات. وهتلاقي الطفل كمان اللي عنده قرابة زيادة الأنامل بتاعته ضعيفة، يعني بيمسك القلم عامل كده عشان بيبقى في ضعف في الأعصاب. طبعا الأطراف بتاعته والأنامل بتبقى ضعيفة جدا مش قوية، الطفل الأم هتمل هتمل مرة في مرة في مرة. أنا مش عايزة الأم تمل خالص، هي أصلا تربية الأطفال تحتاج الصبر. ما أنا بقول لحضرتك الطفل العادي خلاص ليه معاملة تانية الحمد لله، الطفل المريض الأم أنا مش عايزاها تمل خالص من الطفل المريض بالذات، لازم تبقى معاه خطوة بخطوة، لازم تبقى قوية معاه، لازم تعلمه دايما ما تملش. نرجع معلش لسؤالنا تاني اللي هو أهمية أهم المهارات الاجتماعية اللي لازم الطفل يكتسبها وخصوصا في سن الطفولة. تمام. احنا قلنا أهم حاجة الصدق. اللي هي الصدق. تمام. وعلشان الطفل ينعم بصحة نفسية لابد ان هو يتواصل اجتماعيا ويبقى في بيئة محيطة بتحاول ان بتنمي الحاجة دي، الصدق بتنمي السلوك الكويس، تمنع السلوك الخاطئ، الثقة بالنفس طبعا طبعا، التعاون التعاون. الطفل كل حاجه. في اتصال من مينا. مينا استاذ مينا. الو الو مساء النور يا فندم. مساء النور معاك، اتفضل. الله يخليك يا فندم. بس خالص لكن ما خالص ما سمعتش عندي استفسار بسيط. اتفضل اتفضل سامعينا. سامع حاجه خليك يا فندم. هو عامه انا اعرف ان ما فيش حاجه اسمها طفل عنيد، هو في طفل بيحاول ان هو يثبت ذاته. تمام. المفروض الاسره تتعامل مع ان الطفل ده بيحاول كيف ازاي يسوق بالظبط. بتكلم عن طفل انا شايف ان انا معلش بعد اذن حضرتك ممكن توضح معلش لو سمحت ممكن حضرتك توضح صوتك لان الاسئله احنا ما سمعناش حاجه. هو مش بيسال هو بيضيف حاجه ما هو احنا مش طب شكرا. الصوت معلش كلمنا تاني استاذ مينا. اتفضلي يا استاذه رباط. أنا بقول إن في حاجة مهمة جدا بالنسبة لاكتساب المهارات الاجتماعية. تمام. وهي أسلوب استخدام أسلوب التلميح وليس التصريح، بمعنى إن الأم تعلم ابنها إزاي لما يكون في وسط مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء وهو عايز طلب معين ما ينفعش إن هو يصرح بيه قدام المجموعة إن هو يلمح لها. تمام. بنظرة عينيه طبعا. يجي مثلا جنبها في ودنها بأسلوب هادي. أهم حاجة الأسلوب الهادي، مش يلمح مش يبقاش يلمح وبقوة وضرب وأنا عايز ده، لا أنا ماما أنا عايزة أقوم أجيب اللي جوه ده. تمام. وده من أهم التفاعل والاندماج الاندماج في وسط المجتمع. تمام. طيب وأهم حاجة بقى طبعا اللي هي إيه اللي الثقة بالنفس واللباقة والإتيكيت. لازم نزرعها في الطفل. الأم والأب طول ما هم الإتيكيت بيتعلم الطفل لما تروح عند طنط ما تتحركش كتير، ما تقومش على المطبخ تاخد حاجة، ما تقومش من على السفرة تاخد حاجة. لا الأم لازم تعلم الطفل. ما ينفعش إن أنا أبدأ بالأكل قبل ما صاحب البيت اللي موجه لي الدعوة هو اللي يبدأ. لازم الطفل يتعلم السلوك الصح، ما ينفعش الام تكون بتعمل العكس. تمام. يعني تقول حاجه وتعمل حاجه تانية. لا يا حبيبي انت لما تروح عند طنط لازم تكون قاعد مقدم ما تتحركش، صوتك يبقى واطي. اتفضلي. طيب طبعا احنا مبسوطين جدا ان انت معانا استاذه هدير. شكرا شكرا ليكي. عايزين بقى نعرف انت كمدرسه تمام بتديري حصتك ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو ابني جاي ياخد عندك درس تمام بتدير الحصه اول مره مثلا؟ اول مره الطفل بيكون عنده رهبه غريبه، بيكون خايف قوي، بيبقى سامع ان المدرسه دي بتزعق وبتضرب وبتعمل كل حاجه. لازم زي ما قلنا في اول الحلقه لازم المدرسه تبقى هاديه. انا ما بضربش يا حبيبي، انا بكافئ، بديك حلويات، بديك شوكليت، بالون، كلام من ده. فالطفل بيبدا يهدى ويقعد جنبي، خلاص المس طيبه وحنينه. وبنبدا بقى ناخد نكتب
في الكراسة وبعدين نكتب ممكن على البورد، ممكن نطبق الحاجات اللي طبقي بقى الأنشطة معاهم اللي انت عرضتيها لو في قلب الدرس أو في قلب الأكاديمية، بنكتبه جوه الكراسة وبنطبق على البورد. عندك حضانة أستاذة هدير؟ لا إن شاء الله ربنا يكرمك. أنا مدرسة في مكان معين بدير فيه، بدي الأطفال ابتدائي وتأسيس، مدرسة تأسيس عربي وإنجليش وماث، عربي بطريقة نور البيان وإنجليش جولي فونكس وماث وحساب. نورتينا وكنا سعداء جدا انا وزميلتي دكتور رباب بيكي. ودكتور رباب اتفضلي. انا في النهايه حابه اوجه رساله للكل، سواء للام سواء لينا كافراد في المجتمع، وطبعا الطفل مش هيقوم بالرساله دي منه لنفسه، فالام هي اللي هتوجهه ان هو هيقوم بالرساله دي. اهم حاجه او اهم وقت في يومنا كله هو اخر 45 دقيقه. ال 45 دقيقه اللي قبل النوم دول لازم نركز فيهم على المشاعر الايجابيه والطاقه الايجابيه، نركز فيهم على نتفادى ونتجنب تماما كل ما مرينا بيه من احداث يوميه. كلنا بنمر بضغوطات، سواء في ضغوط العمل سواء في ضغوط في البيت في الاسره، نحاول ان احنا نتجنب كل الضغوط دي، وان احنا اخر 45 دقيقه سواء بالنسبه للام مع الطفل هتخلي ال 45 دقيقه دي بالنسبه للطفل حكايات لذيذه انها تضحك معاه تلعب معاه، ده بالنسبه للام مع الطفل. لكن بالنسبه لينا احنا كافراد في المجتمع، سواء انا هدير اي حد فينا، احنا هنركز على الحلم اللي احنا بنحلم بيه ازاي ان انا اقدر احققه. هركز على الحلم وهركز على الثقه بالله والتفاؤل، وان شاء الله لقاء متجدد من برنامج شكل تاني. اول حاجه اتفضلي. عايزه اوجه شكر لماما وبابا، هما اللي وقفوا جنبي جدا ودعموني، وطبعا زوجي هو اللي وقف جنبي ودعمني اني انزل واتعامل مع الناس، واولادي ياسين ويوسف. شكرا، ربنا يخليهم لك يا ربي، وربنا يبارك في اولادك وفي والدك. شكرا. ووالدتك. شكرا. واحنا كمان بنقدم لهم شكر ان هم ساعدوكي. وطبعا انا بحب اشكر زميلتي دكتور رباب. انا بشكرك يا رانيا، انت اللي اتحتي لي الفرصه للبرنامج دوت، وانا بحبك جدا، وان شاء الله برنامج باذن الله يكون مفيد. يا رب نكون خفاف على قلوب المشاهدين يا رب باذن الله، والبرنامج يكون قدمنا محتوى يفيدكم كويس. احنا زي ما قلنا وعرفنا قبل كده البرنامج يا دكتور رباب، عايزين نعرف السادة المشاهدين، احنا البرنامج بتاعنا قلنا شكل تاني، واخترنا الاسم دوت اجتماعي يركز على كل الموضوعات من مختلف الزوايا ومن مختلف الاتجاهات. شكرا. طبعا عايزة اقول حاجة السادة المشاهدين، دكتور رباب بتعمل برنامج اسمه قضايا واسرار، جميل جدا، هتستفيدوا منه قوي يوم الاثنين الساعة 5، وطبعا برنامجنا شكل تاني يوم الجمعة الساعة 5. يا رب نكون اسعدناكم ان شاء الله، لقاء تاني ويوم الجمعة الجاي ان شاء الله، نستنونا. وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة. باي باي.